يا صباح الخير بالليل. النهاردة الصبح صورت لكم فيديو عن روتيني وازاي بدلع نفسي في اليوم اللي انا ما عنديش فيه شغل. بصراحة ده ما بيحصلش كل يوم، بس لما بيكون عندي فيه كده شوية وقت لنفسي بخطفهم وبعمل فيهم تقريبا نفس الحاجات اللي انا عملتها لكم النهاردة في الفيديو. فنصيحتي ليكم، اول ما تلاقي لنفسك شوية وقت دلعي نفسك واتبسطي بالحاجات اللي بتعجبك وبتريحك. فاتمنى الفيديو يكون النهاردة مريح للأعصاب ويديكم كده شوية طاقة ان انتوا تعملوا حاجة لنفسكم، و يا رب الفيديو يعجبكم. صاحية من النوم وباين عليا قوي، بس قررت ادي وقت لنفسي. غسلت وشي بالغسول بتاعي واديت نفسي وقت في كل خطوة بعملها. بس غسلت وشي بس ما نشفتوش، سبت المية عليه كده شوية، وهغسل سناني بالفرشة والمعجون. الفرشة دي اللي هي الالكتريك، مختلفة تماما عن الفرشة العادية. لو ما جربتيهاش هتفرق معاكي قوي 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 في لون سنانك وفي الوقت اللي بتديه لنفسك في غسيل سنانك. عادة بنبقى متسرعين قوي واحنا بنغسل بالفرشة العادية، لكن دي فيها تايمر بيجبرك على ان انتي تعملي 3 دقايق كاملين في غسيل سنانك، فحلوة قوي، جربوها. اي فرشة الكتريك. هنا اتوضيت وبعدين بقى خلاص هنشف وشي، فانا بجرب المناديل دي جديد علشان مش عايزه انشف بالفوطه العاديه، يعني قالوا ان دي احسن عشان تقلل ظهور الحبوب وافضل للبشره وكده. فانا لسه بجربها اول مره، مش اول مره استخدام، بس يعني اول اسبوع، يعني بقالي كام يوم كده بجربها وحلوه يعني لطيفه. بس هفك شعري بقى واشوف له حل، لانه انا كنت غسلاه امبارح وزايد قوي، يعني شعري بيزايد في يوم، يعني في يوم واحد بيزايد، فكنت عايزة اشوف له اي حاجة تعدله. فعملت اول حاجة كده مساج للجذور بتاعة الشعر، دي بتكون حلوة قوي، بتجري الدورة الدموية وبتساعد على انه الشعر ينمو يعني، فحلوة. ساعات بعملها مع الشامبو وساعات بعملها لوحدها. وكده غسلت سرحت شعري، سوري، وهحاول بقى اظبط كده فيه من قدام بالستريتنر على قد ما اقدر، لانه هو مش هينفع معاه اي حاجه، يعني مش هقدر اعمله كله لانه مزايد بصراحه، خساره ان هو يتعمل كله. في نفس الوقت مش عايزه اديله مجهود كبير لانه غالبا هغسله تاني يوم، فقلت بس اعمل من قدام كده اظبط شكله يعني. وعملت الناحية التانية كمان من قدام وبرضو ما فيش فايدة، يعني ما كانش عاجبني بس كنت مضطرة ان انا اكمل. بعدين جبت بقى اللي هو التراي شامبو ده، شوية يقلل الزيت، معرفش انا يعني بحبه ومش بحبه، بس بحبش استخدمه كتير، فقلت النهاردة كده ادي شوية لشعري علشان الزيت زيادة عن اللزوم بصراحة، مع اني ما بدهنش شعري اي حاجة بس هو بيزيد. فعملت شوية دراي شامبو كده، حاولت اظبطه على قد ما اقدر، لانه الواحده لما بتبقى عامله شعرها يعني حتى لو انتي ما بتبينيهوش لنفسك بيفرق قوي قوي في نفسيتك، ان انتي يبقى شكلك كويس ده بيفرق معاكي انتي في نفسيتك مش مع حد تاني. وصلت كده يعني، ده ماكسيمم الحاجه اللي انا قدرت اعملها، بس مش عاجباني. غسلت ايدي تاني وبعدين بقى هبتدي اعمل السكين كير بتاعي. هو السكين كير بتاعي بسيط قوي، عبارة عن كريم سيرافي للوش. العلبة دي بقى لها 600 سنة عندي بس ما بتخلص، حرفيا كبيرة قوي قوي يعني. وفي الخطوة بتاعة الكريم دي بحس ان انا ابتديت افوق، يعني من الخطوات اللي بتفوقني اكتر من غسيل الوش ان انا احط كده كريم مرطب على وشي. بعد كده جبت الكريم بتاع العين ده بالافوكادو وحطيته تحت عيني، بس هنا نسيته حطيته على شفايفي الاول. رجعت تاني حطيته على عيني،
ساعات بسيبه كده على العين شوية اخليه يعني يتشرب حبة، وبعد كده ادمجه، وساعات بدمجه على طول. يعني هو في العادة اصلا كريم العين مش بيبقى اساسي قوي، ممكن تحطي نفس كريم الوش لكريم العين ويعني الموضوع بيمشي عادي. بس احنا بنعمل كده خطوات اكسترا لنفسنا علشان ادلع نفسي يعني. بعد كده انا النهارده مش هحط ميك اب، فهحط تنت بس على شفايفي. التنت ده حلو قوي قوي، بس مشكلته ان هو بينشف بسرعه قوي. هنا كانت غلطتي ان انا الفرشه مش في ايدي اللي انا بدمج بيها، فعلى ما جبت الفرشه من الدرج وابتديت ان انا اعمله كان خلاص طبع. هوريكم كمان بعد شويه النقطتين اللي انا حطيتهم دول مكانهم واضح. بس هو كتنت حلو قوي، ولكن حلو في ثباته وفي لونه، ولكن هو زي ما قلت لكم يعني عايز يندمج بسرعه قوي قوي. وبعدين حطيت عليها بقى الليب بالم، دي حلوه جدا، احلى ليب بالم في الكوكب، اللي هي لانيش دي، تحفه تحفه فعلا، بحبها قوي، بحطها طول الوقت، جميله وترطيبها حلو وبتدي كده شكل زي الجلوس على الشفايف، حلوه قوي. بس يعني انا مش هعمل ميك اب ولا هحط اي حاجه على وشي، ده شكل الوش. وحاولت ان انا اوريكم بره في النور النقطتين اللي انا كنت بقولكوا عليهم، بحاول ادمجهم حتى مع الليب بالم، مش راضين يندمجوا. شفتوا النقطتين؟ هفتح بقى الشباك، ادخل النور للبيت، هفتح الستارة يعني مش الشباك، وبعدين هفتح الشباك كده حتة صغيرة، ادخل شوية هواء، لان درجة الحرارة بره غالبا كانت صفر، ف ما ينفعش ان انا افتح الشباك للاخر، فهفتحه كده لفوق يدخل شوية هواء، اجدد الهواء بتاع البيت، في نفس الوقت نشم شوية أكسجين على الصبح يعني. دخلت بعمل لنفسي قهوة، ودي نفسي شوية وقت. بعد ما عملت القهوة دخلت صليت، وكمان بعد الصلاة شغلت سورة الكهف عشان كان يوم الجمعة، فسورة الكهف مهمة يوم الجمعة ما تنسوهاش. وكانت القهوة بقى بردت، وقفت أشربها في الشباك. أنا عندي بلكونة بس ما بستجريش أدخلها من كتر البرد، فبحب أقف ورا الإزاز كده أبص على الشارع اللي ما فيهوش حد خالص، بس يعني تغيير. وعشان عايزه ابسط نفسي كان عندي باكيتات جالي بقالها كذا يوم، وكنت مستنيه بقيت هيجي، فقلت افتحها النهارده بقى وابسط نفسي، عشان دي حاجه بتبسطني قوي ان انا افتح باكيت جديد. دي حاجات كنت طالباها من امازون. اول باكيت كان فيها المايك الجديد اللي انا كنت جايباه علشان اصور بيه الفيديوهات، وهو اللي انا بعمل لكم بيه النهارده الفيديو، فقولوا لي رايكم فيه ايه، لان اول تجربه واول مره اشتري مايك اصلا، فقولوا لي كده فارق في جوده الصوت، والصوت حلو ولا في مشكله، عشان رايكم ده هيعتمد ان انا اخليه ولا ارجعه. فلقيت الموضوع كبير، ولقيت ان انا لازم افهم الاول بيتوصل ازاي وكده، فقلت بعدين بقى بشوفه. وبعد كده فتحت الباكت التاني، بس الاول قلت اتاكد مفيش حاجه مستخبيه. الباكت التاني كان فيها اللي هم الشيفرز دول بتوع الوش والحواجب، انا بستخدمهم في الوش والحواجب، فده كان اوفر حلو قوي على امازون، كانت 40 واحدة، وكان سعرهم تحفة، فقلت اجربهم ان شاء الله يطلعوا كويسين، لان انا بستخدمها مرة واحدة وبرميها، فبحتاج منها كميات كبيرة دايما يعني. ودي كانت
حاجة كده زي جولر الصغيرة بتتخيط في الهدوم. كنت شايفة بلوزة عند زارا عندي زيها بالظبط بس ما فيهاش الجولرز دي، فقلت اجيبها واحولها للبلوزة اللي انا شفتها، وخصوصا ان كان سعرها غالي قوي. موفرة انا جدا ما شاء الله عليا. بعدين بقى دي حاجة من تجهيزات رمضان كنت جايباها، بس اول ما شفتها كده اتصدمت من اللون الذهبي الفاقع اللي فيها. الذهبي بتاعها ما عجبنيش خالص، لونه كده رخيص يعني فاهمني، ف لونها صدمني بصراحة. كان غير الويب سايت ما كانش عليه نفس اللون ده خالص، كان اللون الذهبي هادي شوية. فمكتوب عليها بسم الله، بتتحط فيها النابكنز اللي على السفرة، فقلت اجربها كده واشوف شكلها ايه. وانا مش هستخدمها مع اللون ده اكيد بتاع المناديل، ولكن هي لونها بصراحة مش حلو خالص يعني. وبعدين انا كنت جايباها علشان تمشي مع طقم المعالق بتاعي، فطقم المعالق بتاعي الذهبي بتاعه مش ده خالص، فمش عارفة اخليها برضو ولا ارجعها. قولولي رأيكم ايه، انا مش مقتنعة بيها بصراحة بسبب لونها، بس هي الكلمة جميلة وشكلها جميل. بس يعني انا كده خلصت كل الحاجات اللي كانت في الباكتس، هي كانت حاجات بسيطة. وقمت بقى لبست الجاكيت بسرعة لأن لقيت الوقت جري مني وأنا عايزة أنزل أمشي ساعة، فنزلت في الشارع ولبست الجاكيت على هدومي زي ما أنا، ونزلت قلت أمشي ساعة كده وأدخل الغابة النهاردة. ودي من أكتر الحاجات اللي بتبسطني وبتغير مودي، إن أنا أنزل أمشي في الهوا كده، خصوصا لما مفيش بقى تلج ولا مطر، فده بالنسبة لي جو بيرفكت. حتى لو سقعانة شوية بتقل وبنزل أعملها، بتبسطني جدا جدا جدا. وجربوها فعلا هتبسطكم. المشي من أكتر الحاجات اللي بتحسن نفسيتي وبتبسطني وبتخليني يعني مختلفة. فنزلت كده وأخدت الطريق للغابة، وهسمعكم بقى دلوقتي صوت الطبيعة علشان تشاركوني في اللي أنا حاسة بيه. بجد إحساس حلو قوي. كملت بقى ودخلت فعلا الغابة، وأول ما دخلت ما لقيتش أي حد موجود خالص حواليا، فابتديت أقلق وابتديت أدور يعني على طريق عودة يعني، عشان أبقى عارفة أنا هرجع منين. فابتديت كده أبص حواليا أشوف يا ترى في حد، يا ترى في أي حاجة. فلقيت في آخر الطريق بعيد خالص باص واقف، فقلت كويس يعني أنا لو تهت هرجع في نفس الطريق هلاقي الباص اللي هناك الأصفر الصغير ده، فأنا لسه في أمان يعني. ابتديت بقى اكمل والشجاعة خدتني ودخلت جوه قوي. كان بصراحة يعني حلو بس مرعب، يعني ان انت تبقى لوحدك في وسط كل الطبيعة دي حاجة حلوة، بس في نفس الوقت بتبقى مقلق يعني هيطلع لي ايه ولا هشوف ايه، بتبقى خايف شوية خصوصا من افلام الرعب اللي الواحد بيشوفها. قعدت بقى ادور كده على اي طريق تاني اطلع عليه بعد التوهان اللي انا توهته لنفسي جوه ده، وبقيت مش عارفة انا رحت فين ورجعت منين. فلقيت طريق عربيات سمعت صوتها من بعيد، طلعت بسرعة عندها وقلت أنا أمشي جنب الطريق أحسن وأضمن وأريح علشان ما بقاش ماشية مقلقة يعني. وفضلت بقى مكملة الساعة بتاعتي لحد آخرها خالص، وكنت الحقيقة مبسوطة جدا جدا جدا. وكملت الساعة يعني بمنتهى السهولة بصراحة. وبعدين رحت جبت ابني بقى من الكيتا، وبعدين رحنا انا وهو شربنا، انا شربت قهوة وهو اكل كرواسون، كان مبسوط قوي. وروحت قلت اعمل فطار، قطعت كده الخضار اللي كان موجود في التلاجة وعملت جبنة حلوم بحبها قوي، وقلت هعمل بيها السلطة، بحط كده الريكولا او اللي هو زي الجرجير الصغير، وبحط عليه كمان طماطم اللي قطعتها، وبعدين بعمل لها خل بلسمك وحبة من الصوص الروعة ده. الصوص ده أحلى صوص أنا دقته في حياتي. لو حد بيشوفني من ألمانيا هو بيتباع في أكشن، ومن أحلى أطعمة الصوص اللي ممكن تجربوها، تحفة وحجمه كبير وما بستغناش عنه في أي حاجة. السلطة سندوتشات بتاكلوه مع بطاطس محمرة، تحفة تحفة فعلا يعني. ده شكله. بعد كده بقى يعني حاولت أحرق الجبنة شوية، أنا بحبها كده شوية محروقة، وأدي نفسي وقت وأقطعها بشكل حلو يعني، بهتم بنفسي كأني هقدمها لضيف يعني، أنا أهم من أي ضيف على فكرة.
واظبط شكل الطبق علشان احس ان انا يعني بسطت نفسي على قد ما اقدر، حتى لو حاجة بسيطة يعني، حتى لو طبق سلطة، حتى لو ساندوتش تعمليه بمزاج وكوباية شاي ولا كوباية قهوة لنفسك، هتحسي فعلا ان انتي غيرتي مودك. وحسيت ان انا مش هشبع قوي بطبق السلطه، لان انا كانت الساعه 4 وكنت صاحي من بدري قوي، فحاسه اني لسه جعانه، فقلت او لسه هجوع اكتر ومش هيكفيني السلطه، فقلت اعمل بيض بالمشروم كده. حمرت شويه المشروم وحطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود بالبتاع الغبيه دي، كان نفسي فيها قوي بس بصراحه بتشلني عقبال ما بتنزل شويه فلفل، يعني غلسه قوي بس. وحطيت عليها بعد كده البيض وحبة موتزاريلا والطاسة صغيرة، هي بقى لكو كبيرة بس يعني هي في الحقيقة صغيرة قوي، هو كل حكاية بالطين أصلا. وحطيت الأكل وقعدت بقى يعني أرش عليها شوية شطة، لأن أنا في العادي ما بحط شطة في الأكل عشان ابني، فالنهاردة أنا باكل لوحدي فأبسط نفسي على قد ما أقدر. وبعد كده حطيت الأكل وقعدت أتبسط بيه وبالفطار، وكانت بصراحة يعني تجربة حلوة ودايما بعملها من وقت للتاني. ممكن ما تبقاش الفرصة كل يوم، بس أول ما تبقى الفرصة موجودة أكيد أكيد هعملها تاني. أتمنى الفيديو يكون عجبكم.